وفي سوريا أعلن الجيش السوري تصدي الدفاعات الجوية لهجوم جوي إسرائيلي جديد. وقالت مصادر سورية إن طائرة إسرائيلية قامت بإطلاق صواريخ من داخل الأراضي اللبنانية على أحد المواقع العسكرية بريف دمشق صباح اليوم، ولم يتم الإفصاح عن أي تفاصيل وعن الأضرار. وفي بيان للقيادة العامة للجيش السوري أكدت فيه على جاهزية القوات للتصدي لأي اعتداء على الأراضي السورية.